الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، انتهينا من التوقيت في الماء في سنن النسائي إلى الكلام على الاغتسال في الجنب في الماء الدائم. صحيح. قال: باب الوضوء بماء البحر. الوضوء بماء البحر. روى المصنف بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أو عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال رسول الله: هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته. هذا جواب الحكيم، كما قال علماؤنا هذا جواب الحكيم. لما وجد السائل يجهل مسألة الوضوء من ماء البحر، علم أنه لحل ميتته أو للعلم حل ميتته أجهل. قال أبو هريرة: سأل رجل رسول الله. هذه فيها كما قلنا الرجوع إلى العلماء، وهذا أصل أصيل في ديننا بالوجوب: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل سألوا حين جاهلوا؟ إنما شفاء العين السؤال. فجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: إننا نركب البحر ونحن معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماءه الحل ميتته. قالوا: إحنا الآن معنا الماء، إذا شربنا منه، إذا توضأنا به عطشنا، ونحن أحوج ما نكون إلى هذا الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء. فيه دلالة واضحة جدا على أن الطهور وما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، ففيه دلالة على أن ماء البحر يجوز التطهر به. وقد خالف ذلك عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن عمر، لحديث تحت البحر نارا ثم نار ثم نار إلى آخر، أما قال: وهذا كله لا يكون إلا يوم القيامة، هذا كله لا يكون إلا يوم القيامة، أما في الدنيا فإن البحر ماء البحر فهو طهور، كما قال النبي: هو الطهور ماءه الحل ميتته. إذا ماء البحر لم يعترض عليه إلا عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص على أنه تحت البحر نار، وهذا كما قلنا إن صح فهو في عرصات يوم في 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 قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة. قال: والطهور ماءه الحل ميتته. هذا من جواب الحكيم لما علم أنهم يجهلون الوضوء وصحة الوضوء وجواز الوضوء بماء البحر، فهم إلى معلومية حل الميتة والفاقد إليها من باب أولى، فهنا جواب الحكيم أن زاده ما ينفعه دون أن يسأل عليه، زاده ما ينفعه دون أن يسأل عليه. فقال: وطور ماءه الحل ميتته، يعني كله من ميتات البحر. الفوائد المستنبطة: الرجوع إلى العلماء، من الفطنة جواب الحكيم، رحمة الله بعباده، رحمة الله بعباده، أن يسر لهم وأن ركبوا البحر أن يكون طهورا لهم وطعاما، أن يكون طهورا لهم وطعاما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.